من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كان حديثنا في الحديث الثاني من باب الاضطرار الى الحجه حيث ان منصور ابن حازم وهو من ثقات اصحاب الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ناظر بعض بعض الناس وحاججهم في التوحيد ثم في النبوه ثم في الامامه فذكر فيما ذكر ان الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا لهداية الناس وآخر الرسل هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فهل بعد الرسول نصب الله سبحانه وتعالى حجة على الناس الذين حاججهم وناظرهم منصور بن حازم قالوا إن الحجة بعد الرسول هي القرآن الكريم. والجواب على هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه واله خلف في الأمة الثقلين، القرآن والعتره. القرآن وأهل البيت، خلفهما في الأمة. القرآن لوحده لا يمكن به قطع النزاع لماذا لان في القران توجد ايات متشابهه بحاجه الى ارجاعها الى المحكمات التي هي ام الكتاب لكن انت تجد ان هناك ناس اصحاب اهواء وميول نفسانيه يحرفون المعاني المتشابه يجعله محكما والمحكم يجعله متشابها. الناسخ يجعله منسوخا والمنسوخ يجعله ناسخا. لذلك الله سبحانه وتعالى امر الرسول بالبيان ومن بعد الرسول جعل من يبين. الايه القرانيه في سوره ال عمران ماذا تقول؟ هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم الله سبحانه وتعالى هو العالم بالتاويل لكن ما كان لينزل القران على الرسول بدون ان يعلمه معاني القران. لذلك المسلمون متفقون على ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يعلم جميع معاني القران الكريم. وامره الله ببيان هذه المعاني. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. زين بعد الرسول تشوف المرجئة والخوارج الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والزيدية والاثنا عشرية وغيرهم الكل سواء الفرق الناجية أو الفرق الأخرى كلهم يستدلون بالقرآن الكريم وكل واحد يأخذ بآية ويستدل بها على مذهبه سواء كان حقا هذا المذهب ام باطلا حتى تشوف مثلا الخوارج حاربوا امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام بايه من القران ان الحكم الا لله وكان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول كلمه حق يراد بها باطل هذه كلمه حق لانها ايه قرانيه لكن حرفوا معناها. وبتحريف المعنى حاربوا امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام. فاذا بعد الرسول ايضا الناس بحاجه الى من يبين معاني القران. زين هسه نجي بعد ان اثبتنا بالدليل العقلي لزوم ان يكون هناك مبين للقران. زين الان نريد نطبق هذا الكلي العقلي على المصداق الجزئي الخارجي. من هو هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص الذين يفسرون القران؟ احنا نراجع الى الناس نشوف اي واحد من الصحابة أو التابعين أو غيرهم تراجع سئل عن آيات لم يكن يعرف معناها أو هو أفتى بفتوى خلاف القرآن الكريم بحيث أنه بينوا له أن هذه الفتوى تخالف القرآن فإما تراجع عن فتوى أو لم يتراجع عن فتوى مثلا في قضية روتها العامة والخاصة أن عمر بن الخطاب كان جالسا على المنبر وذكر أنه المهور صايرة غالية ما معناه فإحنا نريد نعين المهر بمقدار اللي لا يحق لأحد أن يتجاوز ذلك المقدار فقامت امرأة وقالت الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا القنطار جلد ثور مليء بالمجوهرات الثور هو كبير هذا جلد ثور مثلا تقريبا متريا مربع يصير أو أكثر إذا ملأته بالمجوهرات مليارات المليارات تصير الله أجاز ذلك لأنه هذا اتفاق بين الطرفين ولو أنه الأفضل والمستحب ان يكون مهر السنه مهر السنه 500 درهم فضه ما يعادل تقريبا كيلو وربع من الفضه شويه اقل من الكيلو وربع بالضبط 262 مثقال ونصف مثقال من الفضه من المثاقيل الصيرفيه المتعارفه عند الصاغه الان هو هذا المستحب لكن اذا واحد اكثر يريد حتى بمقدار قنطار لا إشكال فيه زين هذه آية في القرآن الخليفة لم يكن يعرفها حتى أن امرأة ذكرته بهذه الآية فقال كلمته المعروفة كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال زين وكذلك سئل مثلا أبو بكر عن هذه الآية وهو قال ما معناها وفاكهة وأبا شنو معنى الأب مثلا لم يكن يعلم ان معنى الاب هنا بمعنى النباتات التي ترعاها الانعام وحتى الايه تدل على ذلك الايه التاليه وفاكهه وابّا متاعا لكم ولانعامكم اذا هل بين المسلمين كان يوجد احد يدعي انه يعرف كل علم الكتاب بعد الرسول صلى الله عليه واله؟ كلا، بل الكثيرون من الذين كانوا يدعون معرفة الكتاب كانوا يجهلون كثيرا من الامور، الشخص الوحيد بعد الرسول صلى الله عليه واله الذي ادعى انه يعلم كل علم الكتاب، ولم يسأل من آية إلا وأجاب، ولم يفتي بفتوى الا وهي متطابقه للكتاب لم يكن شخص الا علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام فببرهان السبر والتقسيم ينحصر الامر فيه انه هو الذي بعد الرسول هو الحجه دون غيره لان غيره من الصحابه لم يكونوا يعرفون علم الكتاب بشكل كامل واثبتنا بالدليل العقلي انه يجب ان يكون في كل زمان من يعلم علم الكتاب بعد الرسول صلى الله عليه واله ولذا من بعد امير المؤمنين الائمه عليهم الصلاه والسلام. هذا الدليل العقلي والدليل النقلي هو حديث الثقلين، اني تارك فيكم الثقلين في هذا الحديث وانهما لن يفترقا. التفسير الخطا الباطل هذا افتراق عن القران. الجهل بمعنى آية من القرآن هذا افتراق عن القرآن والحديث يقول وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض وأيضا هذا الدليل حديث الثقلين من أدلة حياة الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لأنه لو لم يكن في هذا الزمان حجة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صار افتراق يعني القرآن الآن موجود بين أيدينا نعم إذا واحد من أهل البيت اللي هو عدل القرآن لم يكن موجودا صار افتراق والرسول يقول لن يفترق ما دام القرآن موجود فواحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أيضا موجود إلى أن يرد حتى يرد علي الحوض إلى يوم القيامة يعني حتى بعد انقطاع هذا العالم بعد النفخ في الصور حيث يموت كل من في الارض وفي السماوات القرآن يكون مع اهل البيت القرآن موجود واهل البيت عليهم الصلاه والسلام موجودون مع القرآن الى الحوض زين وكذلك الادله الاخرى التي دلت على أن أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام هو أعلم الصحابة يروي مسلم في كتابه الصحيح عند العامة هذا الحديث عن عمر بن الخطاب حيث قال أقضانا علي أو عن الرسول صلى الله عليه وآله حيث قال أقضاكم علي زين القضاء يحتاج إلى معرفة تامة بالقرآن وبالسنة الشريفة لذا بعض الأحيان تروح يم القاضي مسألة يقول لا أعرف حكمها لكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أقضى الصحابة وكونه أقضى يقتضي كونه أعلم وكذلك ما تواتر من الحديث حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن اراد المدينه فلياتها من بابها. فاذا كان الحجه من بعد الرسول امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام فطاعته مفروضه، كما يجب عليك ان تتبع القران، يجب عليك ان تتبع علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. إذا منصور بن حازم في مناظرته يقول فأشهد أن عليا عليه السلام كان قيم القرآن يعني القائم بشؤون القرآن من جهة البيان والتفسير وحتى حفظ القرآن يعني هذا القرآن القراءة المشهورة الصحيحة التي نقرأها نحن ويقرأها المسلمون قراءة حفص عن عاصم عن ابي عبد الرحمن السلمي او السلمي عن علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام طبعا البعض عن علي بن ابي طالب اضاف اليه وعن فلان وفلان وفلان لكن الصحيح انها القراءه عن علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام لذا يقول كان قيم القران وكانت طاعته مفترضه لأنه إذا هو يعرف القرآن وغيره ما يعرف كثير من التفاصيل فإذا قال شيئا يجب أن تطيعه وكان الحج على الناس بعد الرسول صلى الله عليه وآله وأن ما قال في القرآن فهو حق يعني إذا فسر آية هو حق إذا بيّن الناسخ عن المنسوق فهو الحق وإذا بيّن العام عن الخاص فهو الحق وهكذا وهلم جرى فيما يتعلق بعلوم القرآن وأحكامه. زين، هذا منصور بن حازم يقول للإمام الص... للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: هكذا قلت الإمام، فقال رحمك الله، الإمام أقره كلامك صحيح. وإقرار الإمام تأييد لكلامه. زين. الآن ننتقل إلى حديث آخر هو الحديث الثالث. ايضا مناظره لهشام ابن حكم هشام ابن الحكم ناظر بها عمرو ابن عبيد كبير المعتزله في البصره ومن مؤسسي الاعتزال وطبعا هشام ابن الحكم هذه المناظره ناظرها فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أيضا أيده سأل من وين تعلمت قال تعلمت منكم لأن هشام بن الحكم في بداية أمره كان عاميا مجسما يعني كان سني وكان مجسما يعني يقول بأن الله والعياذ بالله يقول بأنه جسم هكذا كان وكان كلامه لسانه سليط حتى أن أحد أقرباءه أظنه خاله كان شيعيا فجاء إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وقال له أن هذا قريبنا يعني مثلا ابن أختي هك هكذا حاله يعني ولسانه أيضا حاد فأخشى أن إذا جبت يمك يتكلم بكلام يعني غير لائق فالامام قال له جيبه. الرسول عليه البلاغ، الامام يبلغ هسه تاثر ذاك فهو المطلوب، الله سبحانه وتعالى هداه بهذا الكلام. واذا ما أتأثر فلله الحجة البالغة. الرسول مو عليه الحساب، عليه البيان. الائمة عليهم الصلاة والسلام عليهم البيان. فإذا الله سبحانه وتعالى شاف هذا المستمع في قابلية يهديه، وإذا لم يره لم ير له قابلية يضله، حس جيبة فجاء هشام ابن الحكم وهو عامي مجسم سليط اللسان عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، والإمام تناقش وياه وغيره إلى مؤمن موالي ترك التجسيم ترك العقائد المنحرفه التي كان يعتقد بها وتشيع وحسن ايمانه وعلمه الامام الصادق العلوم الكثيره. هسه بعض الناس يجي يقول ان هشام ابن الحكم كان مجسما وكذا وهذا من سلف الشيعه والشيعه كانوا مجسمه لان هشام ابن الحكم كان مجسما. هذا الكلام لما يتكلمه هو ناسي أو يتناسى أنه لا أحد ينكر أنه كان عاميا مجسما في بداية أمره لكن هداه الله سبحانه وتعالى بيد الإمام الصادق فعلمه الإمام الكلام فصار متكلم الشيعة مثل الصحابة الصحابة بشكل عام كانوا مشركين قبل أن يبعث الله قبل ان يبعث الله محمدا صلى الله عليه واله كانوا مشركين ثم بعد ذلك امنوا اسلموا قسم منافقين مثل عبد الله بن ابي مثلا وجماعته الذين نزلت فيهم سوره المنافقون وقسم امنوا وقسم بين بين قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم بعض هؤلاء وصلوا إلى مراتب عالية جدا من العلم والمعرفة، هسه إذا واحد يجي يقول ها أبو ذر هذا من سلف الشيعة مشرك، نقول كان مشركا ثم آمن وحسن إسلامه. هشام بن الحكم متكلم الشيعة، نعم كان لم يكن شيعيا وكان مجسما وكان سليط اللسان لكن على يد الإمام الصادق هداه الله سبحانه وتعالى فحسن إيمانه وعلمه الإمام الكلام بحيث أنه قال هارون العباسي إن لسان هذا أحد علي من مئة ألف سيف زين هشام بن الحكم ذهب إلى البصرة ورأى مجلسا في مسجد البصرة عمرو بن عبيد المعتزلي عالم البصرة الكبير جالس هناك ويتكلم في الكلام والناس حوله حلقات فهشام جاء طبعا استعمل اسلوب لطيف اولا ذكر له انه اني غريب جاي من مكان بعيد زين وانه استأذن في الكلام فبالاستئذان وبالجلوس على ركبتيه وبيان انه غريب هذه المقدمه كانت بطريقه اللي الطرف المقابل عندما تسأله يجيبك في السؤال، حتى اذا السؤال كان في الظاهر تافهاً. لان يبدأ بأسئله الظاهر هي اسئله تافهه. لو من الاول يجي يسأله سؤال يقول له اطلع برا، لكن إجي باحترام جلس امامه على ركبتيه، ثم قال له انا غريب، استأذن في الكلام، هذه الاساليب النفسيه لكي الطرف المقابل يعير لك اهميه في السؤال والجواب زين قال له اسال ما يخالف قال له عندك عين شنو هذا السؤال انت ما تشوف عين موجوده مثلا شنو هاي المساله الحمقاء حسب كلام عمرو بن عبيد قال له هذا سؤالي قال لي إيه عندي عين زين شنو تسوي بالعين أرى بها قال ألك أنف نعم شو تسوي بهذا الأنف أشم بها الرائحة زين ألك فم يعني المقصود اللسان نعم شو تسوي باللسان أتذوق به الأطعمة ألك أذن نعم شو تسوي بالاذان؟ اسمع بها الصوت. زين؟ اول هذه كلها مقدمات ولو الظاهر اسئله تافهه لكن مقدمه الى هذا السؤال. ألك قلب؟ اي الي قلب. زين شنو فائده القلب؟ قال فائده القلب ان هذه الحواس قد تخطئ فترجع المعلومه الى القلب القلب يصحح المعلومه يعني مثلا الان احنا عندما نقف في صحراء ارض منبسطه في الارض المنبسطه العين ترى التقاء الارض بالسماء بالافق زين السماء التقت بالارض او ذول اللي عند البحر اذا تشوف انت في الافق تشوف كانه السماء التقت بالارض او عندما يصير غروب الشمس في البحر مثلا كان الشمس دخلت في البحر حتى في الايه الشريفه في سوره الكهف في قضيه ذي القرنين حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه يعني في بحر اللي مياه ذلك البحر دافئه وجدها تغرب في عين حمئه هذا خطا الباصره ما قال الشمس تغرب في البحر قال وجدها يعني هكذا راها زين انت الان واقف على البحر تشوف ان الشمس دخلت في الماء وغربت في البحر لكن انت عندك ادراك عندك عقل قلبك يحلل ما رايته يقول لك ان هذا الشيء الذي رايته من خطا الباصرة وانما الصحيح ان الشمس لا تغرب في الماء وانما هكذا العين طبعا هذا يحصل للانسان بالتجربه فاذا عمرو بن عبيد قال اننا نحتاج الى القلب يعني الادراك والشعور طبعا هذا القلب بعنوان العضو الصنوبري اللي هو مضخة الدم هذا يعبر عنه بمنطقة الشعور في الإنسان هذا تعبير مجازي كلمة القلب يعبر بتعبير مجازي بمنطقة الشعور والإدراك قد يراد به الدماغ المخ يعني وقد يراد به الروح وقد يكون هذا القلب الصنوبري منطقة التقاء الجسد بالروح هذا تفصيل لعله في بعض الاحاديث اللاحقه سنتطرق اليه، لكن المقصود يعني منطقه الادراك في الانسان. زين. فهشام ابن الحكم قال لعمرو بن عبيد: الله سبحانه وتعالى من لطفه وحكمته ورحمته ما ترك جسدك الا وجعل له اماما ترجع اليه الحواس حتى تحلل تشوف هذا الشيء خطا او ليس بخطا بعدين يترك هذه الامه هملا بعد رسول الله صلى الله عليه واله ولا يعين لها اماما يعني هذا معقول الله سبحانه وتعالى اتقن في كل شيء صنع الله الذي اتقن كل شيء والله حكيم ولا يعجزه شيء وهو لطيف بار بعباده يترك العباد هكذا كلا من لطف الله ان يجعل لهم من يهديهم طبعا مو بالاجبار لانه مصلحه الامتحان ومصلحه آه الاختبار تقتضي ان لا يكون الانسان مجبورا يكون مخير لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ويصنع اللطف والبر بالعباد، هسه اذا هم رفضوا فهذا من شقائهم. هذا بعد، ليس المقصر هو الله سبحانه وتعالى. الله منزه عن ذلك. مثل الرسل، الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل لكن لم يجبر الناس اجبارا تكوينيا باتباع الرسل. الله إذا كان يريد كان يتمكن ويستطيع أن يهدي جميع الناس ولو شاء ربك، يعني مشيئة تكوينية، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لكن الله لم يجبرهم لكن أراهم الطريق. أراهم الطريق بفطرتهم وبإرسال الرسل. فالله سبحانه وتعالى هو بار بعباده. أرسل لهم، إذا هم رفضوا فهذا من شقائهم. كذلك نفس الدليل على لزوم إرسال الرسل لإقامة الحجة على الناس ولبيان الحقيقة لهم هذا بنفسه بالنسبة إلى الإمام أيضا موجود، الله سبحانه وتعالى عين أئمة من بعد الرسول. والإمامة مستمرة والإمام موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سيطول عمره الله ليس بعاجز في تطويل عمر الإمام كما طول عمر نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام فترة رسالة نوح في قومه كان 950 سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وبعد الطوفان كم عاش ألف سنة ألفين سنة يقال أنه مجموع عمر نوح كان ألفين وخمسمائة سنة هسه المقدار المسلم أنه لبث في قومه تسعمائة وخمسين سنة الله قادر لأن هذه القوانين الطبيعية لا تحكم على قدرة الله بل الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه القوانين فهو الحاكم في هذه القوانين إذا شاء يغيرها يتمكن من تغييرها لا يعجزه شيء مثل النار من الذي جعل النار تنتج الحرارة الله سبحانه وتعالى هسه الله يريد يسلب الحراره من النار كنار ابراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم عاجز كلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا زين الله سبحانه وتعالى يتمكن من هدايه الناس بالجبر والاكراه التكويني لكن ليس فيه مصلحه فهو يبر بعباده بار بعباده بارسال الرسل، وبعد الرسل عين ائمه. يعني الامام علي بن ابي طالب مو انه الرسول عينه، لا الرسول بلغ، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. الذي عين الامام عليا والائمه من بعده هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي عينهم، لكن امر الرسول بتبليغ هذا الامر. الى الناس زين معقول ان الله سبحانه وتعالى يترك هذه الامه بلا راعي بلا إمام معصوم يكون هو المفزع والمرجع في كل شيء هسا الناس ما اتبعوا مثل ما الناس ما اتبعوا الانبياء قتلوا الانبياء هذا شقاء من الناس معقول زين عمرو بن عبيد تحير في الجواب هو الان أقر أنه جسم إنسان واحد لأعضائه الله سبحانه وتعالى جعل مرجعا وإماما لتصحيح الخطأ سن هذه الأمة العظيمة التي هي خاتمة الأمم وهذا الدين العظيم اللي هو خاتمة الأديان الذي يراد له أن يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بلا نسخ هذا الله سبحانه وتعالى يتركه هكذا لا يعين إماما فهنا احتار بعد ما جاوب سكت وأكرم هشام قال له أنت منو قال أنا رجل من الكوفة قال أنت هشام بن الحكم لأن هذا المنطق وهذه الطريقة لا يعرفها الناس العاديون هذا من واحد متكلم بس على الرغم أنه كان في أوائل شباب هشام بن الحكم وأوائل هدايته على يد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لكنه تكلم هكذا طبعا هذه الرواية فيها تفاصيل كثيرة أخير الأمر يقول فضحك أبو عبد الله عليه السلام يعني عندما هشام بن الحكم نقل القضية الإمام الصادق تبسم فتبسم ضاحكا من قولها وقال يا هشام من علمك هذا قلت شيء أخذته منك وألفته يعني تعلمت منك و اصل الفكره ما اخذها من الامام سيمكن التفصيل الترتيب علينا الاصول وعليكم الفروع فقال الامام الصادق هذا والله مكتوب في صحف ابراهيم وموسى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى هذا الطريق من الطريق هذه الطريقه من الاحتجاج مكتوبة في كتب الأنبياء السابقين أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين